النهارده الاهلي استأنف تدريباته استعدادا لمباراه انبي مساء الاربع ان شاء الله، وبكره الفريق يستكمل تدريباته ويخش المعسكر استعدادا لمباراه نصف نهائي كاس مصر القديمه نسخه العام الماضي اللي وصل للنصف النهائي فيها الاهلي وانبي، كما وصل ايضا الزمالك وبيراميدز وتاجلت هذه المباراه. لكنه مباراه الاهلي وانبي الحقيقه فيها حذر شديد من قبل مارسيل كولر، وفيها كمان ترتيبات خاصه واستعدادات وتركيز من جانب انبي، لانه كمان المباراه مش بس مؤهله لنهائي الكاس، لا بالنسبه لانبي فاصله في مشوار التاهل لبطوله السوبر. وفقا لنظام البطوله الاهلي لو باذن الله كسب انبي وراح الفاينل خلاص انبي انتهت فرصته في المشاركه في بطوله السوبر النخبه، واصبحت الفرصه متاحه للرابع الدوري هناك منطق وهو فريق فيوتشر. وان كان هناك منطق اطلقه ايمن بشريعي رئيس مجلس اداره شركه انبي والمسؤول عن الكره، وقال منطق ويعني سمعته يعني وهو في اكثر من فضائيه بيقول انا ازاي ابقى انا اقصيت فيوتشر في الكاس وانا ما يتعملش حساب على الاقل ان انا مين اللي يشترك فينا. طبعا مؤكد ان وهنا ياتي دور اللوائح، لما بنقول اللائحه يجب ان تسبق الحدث ما تفسروش بعد ما يحصل، كنا عايزين نتجنب مثل هذه الاشكالات. اللائحه عندما تكون واضحه من بدري يبقى ما حدش يقدر يقول الجمله دي، يبقى هيتقال لا احنا بنتكلم على ثالث الدوري لان الزمالك عنده هو ثالث الدوري ومعاقب ومعاقب فهناخد حد مكانه. لوائح ترد، او اذا كان انبي له حق حد يطلع يناقشه بالمنطق ويرد. عشان هو الاتحاد رد، الاتحاد رد في بيان وقال رقم واحد بطولة الكاس ملهاش ترتيب، الأربعة راحوا السيمي فاينال مع بعض، فبالتالي مين أول ومين تاني ومين تالت ومين رابع مش موجودة. هو ما بيقولش كده، يقول لك ده أنا أقصيتك. لا ما هو أقصاها في بطولة تانية. ما هو مش فاهمني يعني. هو طبعا أنا مش بأيد وجهة نظر على ضد حد، أنا بقول يعني من هنا ورايح يا جماعة أهمية إن اللوائح تسبق الأحداث. هو ده كان لازم يكون، بمجرد ما قعدوا مع الشركة الراعية واتفقوا كرابطه على ان هم يعملوا دوري للسوبر رباعي وانها تبقى دوره رباعيه بدل بطل الدوري ضد بطل الكاس، كان لازم يبقى فيه لائحه تعلن وترسل للانديه اللي ليها حق التاهل ويتقال انت بتلعب بطل الدوري وبطل الكاس وبتاخد كمان بطل كاس الرابطه، الثلاثه بيضاف اليهم ثالث الدوري. هنا الاشكاليه اللي حصلت فين؟ حصل تكرار انه الاهلي بطل الدوري وعنده فرصه كبيره في الكاس، بيراميدز تاني الدوري فزي الاهلي ضامن المشاركه في السوبر وعنده فرصه كامله في الكاس لانه وصل للسيمي فاينل، الزمالك عنده فرصه في الكاس لكنه معاقب لانسحابه من البطوله الاخيره، فاصبحت النسخه ديت ليها حاجات كتيره متشابكه ومتداخله نظرا للتكرار. اتمنى انه فعلا زي ما المهندس عادل بيقول انتوا استقريتوا على ان هي تبقى بطوله رباعيه، خلاص يبقى من الان فصاعدا ليها لائحه معلنه وثابته، وزي اي لائحه لاي بطوله، زي ما انت عندك لائحه الدوري ولائحه الكاس ولائحه كاس الرابطه، يبقى عندك لائحه لبطوله دوري السوبر زي ما انت بتسميه سوبر الابطال.